نتجه الآن إلى المتسابقة الثانية في حلقتنا الثانية في الموسم الثالث، هي المتسابقة سعاد درويش البلوشي وهي من عمان، نشاهدها سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المقرئة سعاد درويش البلوشي من سلطنة عمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذن كانت هذه المتسابقة سعاد درويش البلوشي من سلطنة عمان، كلمتكم شيخنا. بارك الله فيك يا ابنتي سعاد، أنت يعني ما زلت في طريق التعلم، ما زلت في مراحل التعلم. انتبهي الله يرضى عليك لحرف الجيم، الجيم عندك ضعيفة جدا كالشين، هكذا وصفها السخاوي، الإمام السخاوي في المئة السابعة 625 توفى، قال: والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان. هكذا نطقتي أنت، الرجيم الرجيم، يعني جيم مخلوطة بشين وأحيانا شين. ارجع ثم ارجع البصرة، جهنم جهنم، ما ليست الجيم كذلك، الرجيم ارجع جهنم أج، تبهتي بنتي قوي، يعني بشكل عام حروفك بدها تقوية، كل حروفك يعني ضعيفة بدها تقوية، ما زلت في مرحلة التعلم. سماوات طباقة، اكسر التاء كسر كامل، سماوات طباقة، تي تي طباقة، وليس سماوات، ها تي هذه ليست كسر، هذه إمالة. ينقلب إليك، قرأتيها بالنقل كأنك تقرأين لورش، يعني ينقلب إليك البصر، ينقلب إليك البصر، ورش بيقول ينقلب إليك البصر، هكذا نطقتها أنت، لكن أنت عم تقرأ إلى حفص. تفاوت و، هذه واو ومضمومة، الواو بحاجة إلى ضم الشفتين والضمة بحاجة إلى ضم الشفتين، فكيف إذا كانت الواو مضمومة صار الضم آكد، تبهتي؟ تفاوت تفاوت، بدك تجيبيها مضبوطة. خاسئا وهو، خاسئا الغنة مرققة يا بنتي، نون واو، من فين التفخيم؟ أنت قلتي خاسئا، لا خاسئا وهو، وفي أشياء أخرى ما بدنا نكثر. ما زلت في مرحلة التعلم، أثبتي وتعلمي وإن شاء الله تعالى ربي يبارك فيك ويبارك فيك إن شاء الله شيخنا الكريم، يعطيك ألف عافية. إذن كانت هذه المتسابقة سعاد درويش البلوشي من سلطنة عمان.